يا هلا بحبايبي، عدنا لها لعن ابو الشعر هذا يذبح قلبي. يا حبيبي يا محمد، طلب طلب. وهذا الطلب يا لطيف يا كبره، وش هذا؟ طبعا قسم بالله من اقوى التجارب الشرائيه. الحين عاد بنستلمه ان شاء الله وراح نعرض اللي به باذن الله بسنابات الجايه. حبيبتي العلامه هذه، حبيبتي يا هلا بالحبايب. طبعا هذا الحبيب اللي تونا استلمناه من دي تشيل. انا والله بالبدايه توقعت انه يحطون على كرتونين، ما توقعت بهالحجم هذا لانه ثقيل. الجمارك ما في شيء عدى عندهم، لكن نفتح الحين ان شاء الله ونشوفه. بسم الله السيف الاملح حبيبي حبيبي. بسم الله الحين نفتحه سوا. يا يمه الحقيقي العاده طبعا ما يغس خشاش كالعاده. طبعا هذا التغليف، مو التغليف اقصد حاش اسمه حام الصدمات هذا. والحلو حاطين هذه حبيبتنا شوفونها. طبعا هالمره هذه تغليفهم مدري حام الصدمات اعطيه تقييم 8/9 عن الاولات التجارب الاولى. هذا طبعا مثل ما تشوفون هذا الطلب. الحمايه اللي فوق واللي تحت، يعني حتى الحمايه اللي تحت هي قويه نفس الاول مش وين خشخاش، يعني يبغى لها اقوى حقيقي. طبعا اول طلب هذه وسيله تعليميه للاطفال، مبينه عندكم حقت رياضيات تعليم بالاعواد وبالارقام. هذه الطلب الثاني. طبعا هذا شربات، الشربات هذه الخاصه لحقين مرضى السكر، الله يشفي مرضانا ومرضاكم، خاصات في مرضى السكر. كم الطلب هذا؟ طبعا هذا تعرفونه سبق وشرحته بسنابات القديمه والتجارب القديمه، لكن راح اشرحها ثاني مره للمتابعين الجدد للفائده باذن الله. هذا المنتج اللي بكرتم شوين، المنتج سماعه سبيكر طال عمركم، تعرفها على بلوتوث بحيث انها تشتغل توصل بلوتوث من الجوال للسماعه. اها. الحلو ايضا انك لما تشغل اي شيء له تطلع لك الالوان هذه على كل السماعه. احنا تشوفونها بدنا. طبعا احنا عرفنا السماعة على الجوال وها اسمع. نجي للطلب هذا. عاد الطلب هذا صار بيني وبين البائع مشكلة، واحنا نشرح لكم صار بيني وبينه المشكلة وش هي. طبعا بعد ما طلبت من البائع موعد تسليمها صندوقي كان بتاريخ معين وما وصلت لصندوقي بنفس قم ورسلت امازون، قلت يا امازون انا طلبت الطلب هذا من بائع فلاني لكن الى الان ما وصل الطلب الصندوق. بعدها امازون ارسل لي قال لي ما يهمك، طبعا راسلتهم عن طريق الشات، قال امازون ما يهمك احنا راح نتواصل مع البائع ونشوف ايش المشكله. طبعا اول شيء من امازون انا طلبت تعويض 10 دولار بحكم التاخير، لان عند كل يوم تاخر ما تجي الطلبيه لك احقيه انك تاخذ 10 دولار. بعد ذلك لقيت البائع مرسل لي على الايميل يتعذر ويتاسف ما حصل من اللي حصل بالتاخير، ورجع كامل فلوسي للفيزا واعطاني الطلب مجاني. طبعا الطلب مثل ما تشوفونه ضوايه تشبكها بطفايه السياره وتشحن من نفس الطفايه تشوفونها رايقه لاخر شيء صراحه. نجي الحين لحبيبنا انكر شاحن متنقل بمخرجين بقوة 15600، هذا هو اللون ابيض صراحة روعة. طبعا هذا اللمبات حقت الشاحن يعلمك شحنة، يعطيك تقريبا فوق 7 مرات يشحن الايفون، فوق 7 أو 8 مرات. رايق. طبعا هذا الشواحن من شركة انكر بقوة 15600 امبير. انا ارسلته ليش؟ عشان تشوفون ان الشركات يعني ما عندك مشكلة، ارسل وانت مطمن باذن الله. طبعا هذا سبق وشرحته قاعده لتثبيت الجوال والقارب والايباد بالسياره. هذا اطلبك يا ابو شاقي يا حبيبي. وصل. كيبل امازون طبعا معروف، هذا سبق شرحته بسنابات السابقه بعد. طوله 2 متر، من اقوى وافضل الشواحن اللي استخدمهن الى الان. نجي للمنتج هذا. هذا المنتج من بولرويد، طبعا كاميرا للاجهزه الذكيه طباعه فوريه مع الافلام حقتها رايق. طبعا هذا الفيلم حق الكاميرا، هذه الكاميرا نفسها ابد بس تعرفها طال عمرك، وهنا الطق وفور السحب. هذه وسيله تعليميه للاطفال، سبلنج تركيب كلمات تشوفونها جدا روعه، تركيب كلمات طال عمرك للاطفال انجليزي. المنتج هذا اسفنج هذا
يعلم الطفل شلون يمسك القلم، مو تعرف بداية الطفل ما يعرف يمسك القلم، صعبة عليه، هو يعلمه. طبعا باقي الطلب ان شاء الله راح اشرحه بعدين، لاني والله حقيقة جعت وتعبت جيعان. وطبعا الطلب هذا اللي تشوفونه كله ابوه قداكم. طبعا الطلب هذا كان من موقع امازون كله، التجميع كان بشركة مايو اس. انا استخدم مايو اس ليش؟ لان عندي خصم 25% وان شاء الله راح اشرح لكم الخصم. الوزن الباكج هذا كامل تقريبا 38 باوند شوي، كلفني الى مدينتي 800 ريال بعد الخصم 25.